أحسن الله إليك يا شيخ. عبيد معنا، تفضل أخي عبيد. أي حبيب، اكسر التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. حياكم الله. أقول لك يا شيخ، عندي سؤال جزاك الله خير. تفضل. حرمة حامل وعندها نزيف، يعني وهي حامل في الثامن، هل جائز أنها تصوم وتصلي؟ إذا كان نزيف والحمل موجود فيها ما نزل فإنها تصوم وتصلي إذا استطاعت. نعم.